مؤسس فن القضاء. الصف هنا بطبيعتها ولوجودها في منطقه مصانع طوب وقربها من منطقه حلوان الصناعيه، فكلها بتتمتع بعماله اغلب البلد هنا عمال في الصف، ما فيش اي حقوق ليهم تماما. زي اللي بيتعور او بيتكسر ما فيش عائل ليه، غير ان ما فيش تامينات، ولا في تامين صحي، ولا في تامينات علينا، ولا في اي حاجه تكون. وانا راجل بلغتي يعني 40 سنه، انا خلاص الواحد ما بيقدرش يشتغل دلوقتي. بالنسبه للعامل اللي هو قبرته بتوصل 30 40 جنيه، دي هتعمل له 30 40 جنيه في اليوم، ولا هيصرف على ابنه، ولا يدخل مدارس، ولا هيصرف مصاريف مدرسه، ولا ايه ولا ايه بالظبط؟ مفيش اي خدمه واصله لنا، والمسؤولين مش سائلين فينا اساسا، ومش معتبريننا في قاعده الدوله. انا حسيت اصابه في رجلي، قطع في الرباط الصليبي، كسر في دراعي اليمين، اول حاجه كلها بتحتاج عمليات. المشاكل هنا ممكن معانا مثلا يبقى واحد شغال في مهنه المعمار يقع، خلاص هو امره انتهى، كسر او حصل له اصابه بالغه مثلا تؤدي الى انه يقعد خلاص، ما فيش اي عائل ليه. يعني ممكن لو واحد مثلا في شغلانه وطلع على سقاله بيقع يتعور خلاص على كده، هيضطر ان هو يريح ويقعد يومين ثلاثه، اليومين الثلاثه اللي يقعدهم في البيت ما حدش هيسال عنه في حاجه. ففي صناعيه كتير منهم عمال بتقعد من فوق السقالات، فوق اسطح البيوت وفوق السقالات. بقول لك لو الصنايعي منا وقع في اي حته بيشتغل فيها، مهما كان لو في بيت او في عند مقاول او في اي مصنع، ما حدش بيسال عليه. هو اللي حتى الحكومه ما بدهاش دعوه بينا ولا تعرفنا، احنا اللي متحملين مسؤوليه نفسينا. لو واحد مش قادر بيتركنا على جنب، ولو مش ما طلعش يوم ما يلقاش ياكل تاني يوم. العامل فينا هو اخر 35 سنه، طب بقيه السنين اللي هو ربنا طول في عمره، بقيه السنين ده يروح فين؟ طب في السنين اللي هو شغال فيها، هو اشتغل سنه سليم وحلو و100 100، هيروح فين بعد كده؟ ده هو لو رقد يومين ثلاثه خلاص انتهت سيارته على كده. الصناعي مثلا النهارده لو تم مثلا 40 سنه 45 سنه يعني سنه عن سنه بتبص لايه؟ مجهوده بيقل. وعشان خاطر اخش مثلا في علاج انا في الدوله، اروح لعضو مجلس الشعب اقعد الف ورا شمال ويمين لحد ما اجيب علاج انا في الدوله، واترمي في اي مستشفى وما بقاش صحيح. طبعا احنا هنا بدور النقابه عايزين نعمل تامينات للعمال، غير ان احنا عايزين نعمل تامين صحي بحيث ان هو يتعالج على حساب الدوله، او الدوله تشيل معانا جزء. يعني الجمعيه ديت هتفيدنا في حاجات كتيره. فبالتالي احنا بدانا نأسس نقابه للهلافيين دفاعا عن حقوقهم وعن مشاكلهم وعن مصالحهم، تحل لهم ازماتهم وتحل لهم مشاكلهم الصحيه. وبالتالي هم ما عندهمش لا تامين اجتماعي او تامين صحي او اي حاجه، حتى اي قوانين عماله كانت اي قوانين كان صدرها او شرعها مجلس الشعب ما بتوصلناش عندنا هنا خالص، احنا بعيد عن القوانين. نعمل نقابة تكون مسؤولة عن العمل البسيط وعن الحرفي، تأمين صحي، تأمين اجتماعي، معاشات، يكون لنا نادي ترفيهي، لنا نفس الصلاحيات زي أي نقابة في مصر، زي أي ناس، زي الدكتور، زي المهندس، زي أي حد، يكون لنا مكان ونعرف نتكلم ونعبر عن اللي جوانا، مشاكلنا نعرف نحلها. احنا بنطلبهم إن هم يقفوا جنبنا، احنا كل حاجة احنا ندفعها، تأمينات احنا ندفعها، ومستنيين العائد منا، مش محتاجين منهم حاجة. والله انا بقول يقفوا معانا ويساعدونا، بس مش اكتر، يقفوا معانا ويساعدونا لوجه الله. يعني المفروض احنا بنطالب الحكومه برضو تساعدنا في تاسيس مثلا حاجه زي ديت، نقابه زي ديت، على اساس ان احنا ايه نقدر نتكلم بيها. يا فندم المشكله مش مشكله فرد واحد، المشكله مشكله جيل باكمله فقد الثقه في نفسه.